لا تساعد السكك الحديدية فائقة السرعة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين فحسب، بل أصبحت أيضاً محور اهتمام العالم بأسره. لقد بدأت العديد من الدول بناء السكك الحديدية فائقة السرعة تدريجياً، وتقوم الشركات الصينية أيضاً بإطلاق بنائها على نطاق عالمي بفضل قوتها الإنشائية ومزاياها التكنولوجية. أصبح خط السكة الحديدية فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة التركية أنقرة وأسطنبول أكبر مدنها ممراً سريعاً للنقل في تركيا، ويبلغ إجمالي طول هذا الخط 533 كيلومتراً، منها 158 كيلومتراً شيدتها شركات صينية، وتشمل 37 نفقاً وجسراً بإجمالي أطوال تزيد على 10 كيلومترات. وهو أول خط سكة حديد فائق السرعة شيدته شركات صينية في الخارج، وبالتالي دخلت التكنولوجيا الصينية لبناء السكك الحديدية إلى السوق الدولية. بعد ذلك شاركت الشركات الصينية في إنشاء أول خط سكة حديد فائق السرعة في المملكة العربية السعودية، وهو الخط بين مدينتي مكة والمدينة المنورة، وقد ربط هذا الخط بين المدينتين المقدستين مكة والمدينة بسرعة تصميمية بلغت 360 كيلومترا في الساعة. وعلى هذا الخط الذي يبلغ طوله 450 كيلومترا نفذت الشركات الصينية مشروع الخط من مكة إلى جدة. مع تعميق مبادرة الحزام والطريق، ستقدم الصين أيضا المزيد من المساعدات للبلدان على طول الطريق لتحقيق الترابط في مجال النقل. وفي يناير من عام 2016 تم البدء رسميا في تشييد مشروع السكة الحديدية فائقة السرعة بين جاكرتا وبادونغ الذي تم إنشاؤه بالاشتراك بين الصين وإندونيسيا. يبلغ إجمالي طول هذا الخط 150 كيلومترا وسرعة تصميمه 300 كيلومتر في الساعة. لن يستخدم هذا الخط التكنولوجيا والمعدات الصينية فحسب، بل سيستخدم أيضا المعايير الصينية. كما تتعاون شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية المحدودة أيضا مع روسيا لبناء خط من موسكو إلى قازان، تتعاون بنشاط مع دول الآسيان في مشاريع السكك الحديدية بين الصين وتايلاند ومشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة بين ماليزيا وسنغافورة. إن مشاريع التعاون هذه في مجال السكك الحديدية فائقة السرعة تلعب دورا إيجابيا في تعزيز الربط بين مبادرة الحزام والطريق الصينية مع استراتيجيات التنمية للدول ذات الصلة وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. مدفوعاً بمثل هذا الزخم القوي للتعاون الدولي، فإلى أين سيصل مستقبل السكك الحديدية الصينية فائقة السرعة؟ في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن مستقبل السكك الحديدية الصينية.